القهوة الساقعة والمخبوزات أكتر حاجة بتشتهر بيها معظم المقاهي والمطاعم في اليونان. إيه هي أهم المخبوزات اللي بتقدمها المقاهي اليونانية؟ تعالوا معنا نشوف ووريكوا إيه هي الحاجات دي. بس تحذير، لو أنت بتعمل دايت الفيديو ده مش ليك. مجموعة من أشهر المخبوزات والسندوتشات، الحقيقة اليونان مشهورة بالمخبوزات بتاعتهم، يعني بصراحة أنا مش قادر أقاوم شكل الفطاير بتاعتهم بالسبانخ والجبنة والحلويات، يعني فعلا حاجة مش طبيعية. وطبعا البيتزا وكل الأنواع المختلفة، وتحولت هنا كمان كمية الحلويات اللي بيقدموها في معظم المحلات اللي بتقدم، حتى المقاهي، كل المقاهي تقريبا بتقدم أنواع غير عادية من الحلويات والمخبوزات. يعني فعلا أنا مش قادر أوصف حلاوة الشكل، يعني السكر باين في طعمها، حادق وحلو، وكوكيز وكل الأنواع حادق وحلو، وبصراحة كميات هائلة. طبعا لو رحت على الجاتوهات كمان، يعني فعلا حاجة من أجمل الحاجات اللي ممكن تلاقيها. اليونان مشهورة حتى كمان في مثلجات ترط وديكورات، بصراحة اليونان مشهورة بالحاجات دي، وفعلا يعني متعة خاصة مجرد الفرجة على حلويات ومخبوزات اليونان.